الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكدت مصادر حكومية إحباط عمليات لسرقة منتوجات نفطية من 5 مواقع ضمن محافظات بغداد، ديالى، كركوك والبصرة. وأضافت تلك المصادر أنه تم ضبط 4 محطات متنقلة بدون موافقات رسمية وغير قانونية ضمن محافظة صلاح الدين، كما تمكنت من ضبط 4 صهاريج كانت معدة للتهريب، وألقت القبض على سائقيها، فضلاً عن 6 عجلات مخالفة ضمن محافظات بغداد، البصرة، ديالى، كربلاء. يأتي ذلك في وقت تعاني كل المحافظات العراقية من شح المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، مما دفع إلى خروج العديد من التظاهرات تنديداً بالفشل الحكومي للسيطرة على تهريب المشتقات النفطية والمسببة لارتفاع أسعارها من خلال بيعها في السوق السوداء. قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن الحكومة في بغداد وافقت على تصفير الرسوم الجمركية وتأجيل حماية المنتج وتأجيل استيفاء الضرائب للمواد المحددة مسبقاً، مشيرة إلى أن القرار تضمن تأجيل حماية المنتج وتأجيل استيفاء الضرائب للمواد المحددة مسبقاً بالقرارات المشار إليها ولغاية 30 من شهر 9 2022. يأتي ذلك مع ازدياد عمليات التهريب في المنافذ الحدودية، لا سيما تلك الواقعة على الحدود العراقية مع إيران. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن ضبط 6 شاحنات تحمل مواد مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية بمحافظة البصرة العراقية. وقالت الهيئة أنه تم ضبط 6 شاحنات تحمل أجهزة طبية وكربونات الكالسيوم ومواد غذائية وماكينة قطع الحديد، مشيرة إلى أن هذه الشحنات المضبوطة مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد. أعلنت هيئة الجمارك أن جمرك منفذ المنظرية الحدودي في محافظة ديالى أعاد مواد غذائية إلى الجانب الإيراني بسبب عدم مطابقتها للضوابط والتعليمات المعمول بها. وقالت الهيئة أنه تمت إعادة إصدار مواد غذائية كبيض المائدة والشعرية إلى إيران عبر جمرك المنظرية لعدم مطابقتها للضوابط والتعليمات المعمول بها. ومنذ أيام أعادت السلطات الحكومية شحنات غذائية أخرى غير مطابقة للضوابط إلى الجانب الإيراني، فيما توجه اتهامات إلى الجانب الإيراني بتعمد إدخال مواد غذائية فاسدة إلى العراق للإضرار بصحة المواطنين ونشر الأمراض والأوبئة. في هذه الأثناء ارتفعت أسعار النفط في ظل توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 45 سنتاً لتصل إلى 121 دولاراً وسنتين للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز 119 دولاراً و94 سنتاً للبرميل الواحد، مرتفعاً 53 سنتاً. ويرى المحللون الاقتصاديون أنه من المتوقع أن تظل سوق النفط مضطربة مع استمرار انخفاض المخزون، ومن المرجح كذلك أن تسجل مخزونات النفط الخام المزيد من السحب مع اشتداد موسم القيادة والعطل. في غضون ذلك كله، لا تزال الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.